أصاب خطأ فأخطأ ليصوبه مجددا. بدنا ننتخب الرئيس التوافق العماد ميشيل عون ننتخب العماد ميشيل السليمان هيدي حتى نطوي الصفحة. بدنا ننتخب العماد ميشيل السليمان الرئيس التوافقي. الوزير محمد الصفدي مع نريدها مناسبة لجمع اللبنانيين لا لتفريقهم. نريدها مناسبة لتجديد الوحيدة الوزيرة ليلى معوض فاستفاضت بالكلام حتى دقت ساعة الموت الواحدة إلا خمس دقائق ومعوض مسترسلة بالكلام استعجلوها أخطأت تابعت فاستعجلوها مجددا. الدولة هي التي تحميكم ولن نقبل أن تكون حمايتنا ولا بوثيق التفاهم ولا بمنة من أحد. نعم لخبطنا هذه أيها اللبنانيون سنستعيدهم موقع الرئاسة انطلاقا من 14 شباط 2008 ونحن وللكلام تتمه.